كل أربعاء موعدنا مع كتاب جديد. مثل العادة بفقرة هالقرأت الأسبوعية بدنا نستضيف معنا الزميل والكاتب مالك دغستاني. مساء الخير. مساء النور. يعني نفس الحماس بدي أقول لك في شو كتاب اليوم. كتاب اليوم بعنوان أما بعد، شهادات لمثقفين وفنانين فاعلين مستقلين، صدر عام 2017 عن مؤسسة اتجاهات الثقافية ودار ممدوح حلوان. شو أهمية الكتاب أو سبب اختياره؟ الحقيقة الكتاب بانوراما واسعة أو شاملة، لنقول بلا نستخدم شاملة، واسعة عن النتاج الفني والثقافي والبصري من عام 2011 لعام 2016 لمجموعة كبيرة من الفنانين والمثقفين والفاعلين الثقافيين. خلينا نتابع المادة المصورة اللي عديتها حضرتك عن الموضوع ونرجع لنكمل النقاش. كانت هنا أمامنا قاب ربيع أو أدنى، وأشهد أني سمعت من يقول إنه لمسها لمس اليد، وما كان في عقله مس ولا جنون، ولم يكذب قوله أحد. كانت عيناها أجمل ما فيها، عينان واسعتان لإله آشوري حكيم، كحلهما عربي، حدتهما كردية، صفاؤهما شركسي، خفرهما أرمني، ماؤهما تركماني، لمعتهما سريانية، وأهدابهما قوس قزح. عينان جريئتان هرب منهما الخوف المعشش في الزوايا، وتموتت فيهما جذور الخنوع المشرشة في المجارير. كلنا عرفناها، فهي سوريتنا التي حلمنا بقدومها، وفرشنا لها الدروب، وحدونا ركبها ليحث السير، وفتحنا صدورنا لها إن ضاقت البيوت. العالم كله فغرفاه لرؤيتها، الأرض توقفت عن دورانها، والطواغيت ذعرا بالت في ثيابها، وبدأ شحذ النصال، ما بقي نصل يجرح يقطع يقتل إلا وشحذ، ما بقيت نار تحرق تلهب تقنص تفجر تدمر تبرمل إلا وأضرمت. كتاب أما بعد الصادر عن مؤسسة اتجاهات ودار ممدوح حدوان للنشر يحوي منتجات أدبية وثقافية وفنية ل83 مثقفاً سورياً وغير سوري. يرصد الكتاب طيفاً من التجارب منذ عام 2011 وعلى مدى 5 أعوام من داخل سوريا ومن خارجها، شهادات ونتاجات فنية تغطي معظم الحقول الإبداعية، نصوص أدبية وبحثية وموسيقى وتصوير وتشكيل، وعموم منتجات الفنون البصرية التي توزعت في الكتاب وأغنته وثائقيا. في الكتاب تختلف وجهات النظر وحتى السويات من وجهة نظر نقدية، لكن بالنتيجة فإن كل مشاركة من المشاركات تؤكد أن الظرف السوري على مرارته وكارثيته لم يمنع المبدعين من الإنتاج أقله الفردي. الكتاب يقدم تظهيراً للثقافة خلال سنوات الثورة والحرب فيما بعد، ويكثف التراجيديا السورية بعيون وأقلام مثقفين مستقلين. الطفل الذي قص الكرتونة ولصق صورته الشخصية على زاويتها بجانب اسمه وعمره ورقم خيمته، يقدم هويته المبتكرة للكاميرا بطريقة انشقاق العسكريين المنتهية بجملة وهذه هويتي. يقف منتظرا قرارا مصيريا، هل هذه الوثيقة صالحة لأحصل على ملابس وطعام الإغاثة؟ هناك من سمى الصورة المزور الصغير، هل يمكن قراءة فعل الطفل في ابتكار وثيقته بنفسه تزويرا؟ هو لا يخفي شيئا، لا يغير صفته ولا اسمه ولا عمره، هو لا يدعي غير حقيقته، بل يعلن بكل وضوح ومباشرة
أن لديه الوثيقة للحصول على المساعدة، قطعة من الكرتون عليها صورتي واسمي وعمري. هو يرى أن لا شيء ينقص من قيمة وثيقته ويراها مكتملة تماما، حيث لا يوجد في القانون الدولي وقوانين المنظمات الإغاثية ما ينص على أن الوثيقة التي نحصل بموجبها على الإغاثة يجب ألا تكون مقصوصة من علبة كرتون. في تقديمها له تقول حنان الحاج علي: الكتاب يظهر المشترك بين من قد يظنون أن لا شيء يجمعهم في شتاتهم سوى الفرقة، كما يظهر الاختلاف بين من يظنون أنهم كتلة متجانسة فكرا وممارسة. سأشارك الحاج علي رأيها، فضمن هذا الغلاف الذي تزين بلوحة للتشكيلي الراحل مروان قصاب باشي، اجتمع الفني والثقافي على اختلاف التقنيات واختلاف الأسماء وخلافها حتى، ليقدم حالة ثرية خاصة في فضاء الثقافة والفن والإبداع المستقل. أستاذ مالك، حكيت بهذا التقرير عن الجانب التوثيقي يمكن بهيك حالات، فلو تحكي لنا أكثر عن هذا الكتاب. الكتاب الحقيقة بيضم 83 اسم عدا حنان الحاج علي اللي قدمت للكتاب. 69 اسم منهم سوريين، 14 غير سوريين، موزعين ب 17 بلد ب 29 مدينة، بيقدم نتاجاتهم بمختلف صنوفها، في نصوص أحياناً مثلاً مخرجين، يعني النص الأخير اللي كان مدهش بالنسبة لي رصد الطفل اللي عم يقدم هويته هو للمخرج السوري المعروف نضال الدبس، وعم يشرحه من وجهة نظر مخرج يشرح الصورة عفواً. في أسماء، في بحوث حتى، يعني ما يرقى ليكون بحث أو وجهات نظر سياسية، في نصوص أدبية، في حكي عن تجارب سينمائية، عن سيناريوهات، عن أفلام، فن تشكيلي، 28 حالة بصرية بتتقدم بالكتاب. كتير كان ممتع بالنسبة لي شخصياً على الأقل أني أطلع على هذا الكم من التجارب بكتاب واحد. ما في أسماء مكرسة ومعروفة للجميع، جاد الكريم جباعي، سلام الكواكبي، سائر موسى، بس صادفني أسماء الحقيقة عاتبت نفسي أنه أنا كيف ما بعرف هاي الأشخاص من قبل ما أري لهم. يعني قريت نص مدهش لشاعر فلسطيني سوري شاب اسمه رائد الوحش، أخذني لعوالم يعني هيك خاصة. كتير ممتع الكتاب أنك تطلعي على مجموعات أفكار أحياناً متناقضة ومن سويات حياة مختلفة وبوجهات نظر مختلفة بكتاب واحد. تجربة كتير أنا لفتت نظري وشكلت لي على الأقل مدخل لروح أتعرف عليهم كل واحد على حدة منفردا، يعني لهي الأسماء، يعني فرصة للتعرف على هاي الأسماء. لكن السؤال هو شو اللي بيجمع هدول، يعني عشرات الأسماء من فنانين ومثقفين معظمهم سوريين، بس حضرتك مو كلهم كمان سوري. نعم. شو اللي ممكن يجمعه بكتاب واحد هو؟ نعم، في من جنسيات مختلفة، في المخرج المسرحي المعروف مثلا رجيع عساف. الحقيقة اللي جمعهم بعتقد نوايا المؤسسة اللي أصدرت الكتاب، اتجاهات الثقافية يعني، بس اللي بيجمعهم المشترك الأساسي هو نتاج فني عالي المستوى، مخلص على الأقل، حتى لو أحيانا ما اتفقت مع سويته أو كذا، هو مخلص حقيقي فنيا مقبول. لنقول في لوحات كثير مهمة وانشهرت أحياناً مثل ما لاحظنا خلال الثورة السورية،
التشكيلي في تمام عزام مثلا، الصور اللي شفناها بيجمعون يمكن أكثر شيء الموقف الأخلاقي. يعني قريت نص مثلا للموسيقي المعروف كنان العظمي، كاتب نص عن رؤيته للموسيقى، كيف كان يفكر بالموسيقى وهي شو بتشكل له قبل الثورة، وشي وكيف صار يشوفها انه باتت بعد الثورة قاصرة، يعني عن تعبير، في عن التعبير عن الوضع السوري، في شيء اهم، في شيء ضروري، في هيك مشاعر حقيقية عند هدول الناس اللي هن انا بفترض مرهفي الحس يعني ومثقفين، عم يتناولوا الحالة السورية كلهم من زاويته الخاصة. يمكن فرصة واحد يتعرف، يعني حدا مثل كنان العظمي هو بيعرفه كموسيقي يتعرف عليه تماماً، شوفه ككاتب. أنا مثلاً شايف أفلام لنضال الدبس، بس بشوف له أحياناً بوستات على الفيسبوك، بس هيك نص بهذا القلق الحقيقة ما كنت متابع له أبداً، هيك شيء فاجأني أني شوف هيك أشياء بالكتاب. شكرا كثير لاغنائك لنا سيد مالك دغستاني. رح نروح هلا لفاصل وبعده منتابع بلم الشمل. بعد ما تابعنا بعض الفعاليات اللي ممكن تهم السوريين، فاصل ومكمل فقرات لمشمل.